فتذكر في مواطن شتى، عند دخول البيت تذكر الله، عند وضع الشخص في القبر، لكن الأثر موقوف على عبد الله بن عمر بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أذكار الصباح والمساء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. وتقدم الخلاف في الطعام والشراب، هل نقول بسم الله أو نقول بسم الله الرحمن الرحيم؟